مرض كثيرة بابا طفشانات. ما شاء الله يا البنات كل شوي طفشانات، العيال ليش ما يطفشون؟ حنا نطفش اما العيال ما يطفشون. وين تبون نروح؟ نبي نطلع. وين طيب؟ ها شفتوا؟ طب انا عندي فكره. ايش فكرتك انت؟ نشتري على لون ملابسهم. ها كيف على لون ملابسهم؟ توتو لون الاصفر ولون البنفسجي. اها انت بلون بنفسجي وهذه بلون الاصفر. موافقات؟ موافقات. انا حكم على توتو وانا حكم على لولو. والله فكره. يلا نروح البقاله. يلا. هذا برتقالي من تخدين بعد النخفة. واو الكاس لون أصفر صح عليك. واو لون أصفر صح عليك. واو لون صفرة هذا. واو مروحية. واو لون أصفر. خلص الوقت. يلا يلا مشينا البيت المدينة. كثيره ايه كلها باللون الاصفر. وانا اغراضك كلها بنفسجيه. وانتم يا متابعين تحبون اللون الاصفر او البنفسجي اكتبوا بالتعليقات. مع السلامه. وش فيكم كذا طفشانين؟ طفشانين. عندي لكم فكره. وش الفكره؟ جاهزين للمفاجاه؟ وش بسوي هذا؟ إيه عشان لونك أنت وردي وهم لونهم أزرق وأنت ولولو جميع. طب يا بابا وبعدين؟ صح صح وبعدين لولو. هذه عربية العيال وهذه عربية البنات. اللون الوردي واللون الأزرق. يس يس. أيوة صح عليكم. لكن هالمرة هذا التحدي بالعربية الوردية والعربية الزرقاء. يلا نبدأ. يلا. لازم تكون أشياءنا وردية تكون أحسن أشياءنا. ما في شيء هنا. إمشي نضيع هنا. طيب هذا الوردي. ما في شيء وردي. هذا وردي. يلا نكمل. يلا تحت ندور. وردي. لا نبغى صرنا نوردي. نبغى حلياتنا نوردي. هذا وردي. وردي شكلها حفظ على العيال. هنا العصيرة تتوفي. عصيرنا وردي. تجد تتوقع ان اغراضنا اكثر ولا اغراض العيال؟ لولا اكيد حنا اكثر. سلام ان شاء الله انا ازرق. اسمع ناخذ شيء كثيرة. لازم نفوز على البنات. يو 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 فناخذ هذا. انا السعيد. يا ولد طاح. اشوف يا اخوي. اول امشي امشي. عصيرات هنا فناخذ هذا. خلصتم؟ ايه خلصنا. اخذ اغراض البنات. مشي مسكي. يلا شوف البيت من اغراض اكثر. A few moments later. ما شاء الله جيتم. ايه يا بابا جينا. اغراض البنات احلى من اغراض العيال.
بعض البنات. ها انتم وش مسوين؟ عيوني يا كلها. بابا كذاب. كذاب كذاب. خلاص البنات مبروك عليكم الفوز. بابا ايش رايك بلبسنا؟ واو ما شاء الله والله لبسكم حلو. ادري بابا ان لبسنا حلو بس بابا تعرف ايش نبي؟ صح انت لونك اصفر يعني تبين ليمون وهذه لونها وردي يعني تبي حلاوه. لا احنا نبي اشياء نسوي تحدي، انا باللون الاصفر وانت باللون الوردي. تو فهمت انا معليش. يلا قوم بابا قوم. يلا يلا جاهزين. 3 2 1 go. وين اللون الاصفر؟ وين اللون الاصفر؟ لقيت. بسكوت لنا أصفر. وين الحلاوة الأصفر يا ربي؟ حلاوة الأصفر. يمكن لك تخلص علي. يرب يرب يشوفوني. خلاص لولو ستوب ستوب. الحمد لله ما شافني. وردي 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 مثل بدل الوردي راح العشرة خمسة. يا دمشة وردية. هذا وردي. وهذا بعد وردي. كثير بعد في كيس وردي. ما في مشهد للوردي. توتو خلاص وقفي وقفي. طيب طيب بابا مشينا. ليش شردتي؟ دبيت عليك. يلا الحين نشوف أغراضكم. شوف يا بابا. واو ما شاء الله والله حركات. بابا من أحسن أغراض أغراضي اللي حققت سوتو. لازم أجرب. خلينا نشوف هذا.